مش عاقل. بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية وتعليمات السيد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمثيرات العقلية، والتي شددت على ضرورة العمل والقبض على جميع إصابات المخدرات وضرورة حماية الشباب من هذه الآفة، حيث تم تشكيل العديد من فرق العمل والتحري الذين واصلوا الليل والنهار وتجنيد كل الإمكانيات المتاحة مع قلتها لتحديد أماكن البيع والتعاطي. وفي هذه القضايا بالتحديد قادتنا معلومات مصدرية بأن هناك شبكات تقوم بجلب أقراص الهلوسة من عدة دول أجنبية وعربية، ويقومون بإدخالها بطرق غير شرعية عبر الحدود المفتوحة والمطارات لإدخالها، ليقوموا ببيعها ونشر هذه السموم بين شبابنا، الشباب الذي تعول عليه دولتنا لتستقر وتنهض بهم وتزدهر. فما كان من رجال التحري والقبض أن يقوموا مثل الحصن المنيع في مواجهة هذه التشكيلات العصابية، فتكون فريق عمل مواصلين الليل بالنهار وبدأوا بتفكيك طلامس هذه الشبكات الإجرامية ومعرفة أسمائهم ومكان نشاطهم الإجرامي في ترويج أقراص الهلوسة وأماكن توزيعهم. وحتى لا يتمكن هؤلاء المجرمون من الإفلات من العدالة، تم التنسيق على شراء كمية من أقراص الهلوسة منهم حتى يتم ضبطهم وهم متلبسين بالاتجار بأقراص الهلوسة. وكان حصيلة هذه المجهودات التي قام بها رجال التحري والقبض ضبط تشكيل عصابي بكمية تقدر بحوالي 41 ألف قرص ترامادول، وضبط تشكيل عصابي آخر متلبسا بالاتجار بأقراص الهلوسة نوع لاريكا، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وبصدد إحالتهم إلى نيابة مكافحة المخدرات، وذلك من حيث الاختصاص. وفي هذا المقام ندعو كل من له علاقة من مؤسسات الدولة ومن منظمات المجتمع المدني وأيضا أولياء الأمور أن يوحدوا الجهود لمكافحة هذه الآفة. سديني من واحد من ايش احمد؟ انا اخذ تصريح. مش مقصود.